شركة دمشق تقدم من تراثنا الخالد البرنامج الغنائي نغم الأمس، ويحوي أروع الألحان والأنغام الشرقية الأصيلة التي أحبها ورددها الناس في جميع أرجاء وطننا العربي، وبصوت صناجة الغناء العربي صباح فخري. الله الله كجم قلبي احتار وفي جمله باب الدار، ولما شفت قلبي احتار قلت له يا ريتني جار طول عمري وزماني. الله الله يا جمله يا جمله يا عشيق زماني زماني، شعر الأشقر عم بيلوح، والله لخطفها واروح إن عشت وربي خلاني. الله الله يا جمل يا جمل يا عشير زماني، أصلك كتابي لعملوك لوحي الخيزارة. وعم تصيد عصافير وقت جمله على البير، وعم تصيد عصافير والله لخطفها وطير إن عشت وربي خلاني. Yeah.